وان عسى ان يكون قد اقترب اجله. وايه حكايه اقتراب الاجل دي هنا؟ قال لك ايوه، لان احنا ما دام افراد، يعني احنا جنسين او ثلاث اجناس الانسان، وبعدين الجنسين او الثلاث اجناس دول مكونين افراد. الافراد دول اللي ربنا قال عليهم دول هم اللي هيبقوا خلفاء في الارض. طب يا اخي الله يبقى خليفه في الارض لا عشان يكبر في الارض، وربنا يموته سن شهر ويموته سن سنه ويموته سن سنتين ويموته سن خمسه ويموته سن سبعه، يبقى خلافه ايه اللي في الارض؟ ولا يموته سقط بطن امه؟ قال لك يجب ان تتنبه الى اننا نجهل الغايه من الوجود، نجهل الغايه من الوجود. ليه؟ قال لك لان غايه المتساوي لا بد ان تكون متساويه. غايه المتساوي ايه؟ دخلنا طلبه كليه الحقوق غايتهم انهم ياخدوا ايه؟ لصوص الحقوق. وبعدين قام قال لك يبقى الغايه لازم تايه؟ تبقى متساوي. طيب يا رب خليقهم في الكون دي متساويين في ايه يا اخويا؟ ده طويل وده قصير وده ابيض وده اسمر وده ذكي وده غبي وده قوي وده ضعيف، شو تفهم في حاجه ابدا؟ وده سنه هيبقى كده وده سنه هيبقى كده وده يودي الى ارض العمر، مفيش حاجه مهمه. يبقى ايه ما هو الشيء المتساوي فينا عشان تبقى دي غايه الوجود؟ لان قلنا غايه كل متساوي تبقى ايه؟ لازم متساوي. قلنا مفيش الا الموت. يبقى الموت هو الايه؟ هو الغايه. ده يموته هو في بطن امه، ده يموته هو طفل، ده يموته هو فتى، وده كلنا. انما فيما بقي بعد ذلك نختلف ولا ما نختلفش؟ اهو اللي احنا متساويين فيه ده هو الايه؟ هو الغايه. المؤمن والكافر يرى هذه الاشياء امامه ولا لا؟ يرى هذه الاشياء امامه. مش الكافر يقول لك لا ده مش ميت؟ لا يا اخويا بتموت. طب وما دام هو بيموت، طب ما تفكرش، بلاش تنظر يا سيدي في السماء والارض، بلاش تنظر في الملكوت وتنظر في شيء، روح مصلحتك، شوف مصلحتك انت. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلك، انت ما تعرفش هيجي لك الاجل امتى. ولذلك ابهام الاجل من الله لنا اشاعه للاجل. اوضح الابهام هو اوضح انواع البيان. شوف العكس، ربنا لما بده يوضح حاجه توضيح كامل يعمل ايه؟ يبهم. شوف الابهام منه بقى توضيح ولا مش توضيح؟ ليه؟ ام قال لك لان الله لو جعل للموت سنا تبقى محدده انتهت خلاص. لو جعل له سببا مش كده ولا لا؟ ما في. يبقى لكن لا جعل نادي ولادي ولادي، يبقى اشاعه في كل زمن. يبقى الواحد عرضا ليستقبل الموت في ايه؟ في اي لحظه. ان لم يكن بسبب فبغير سبب. بجنون واحد يجي بسيارة كده وهو ماشي يروح اطلع على التلطوار ولا حاجة، من غير حاجة كده. يبقى ربنا ابهم الموت ليه؟ عشان انت تقول استقبله في اي وقت. وما دام الموت هتستقبله في اي وقت، اما تستحي ان يستقبلك الموت وانت على معصية مع الله؟ تخلو كده وانت عاصي كده، ما توقعوا عن نفسك، اوعى تقول ده انا مش عيان، ده انا مش عارف ايه، ده انا مش ايه، لان في اسباب كثيره للايه؟ للموت. والموت من دون اسباب هو السبب. مات لانه يموت بس. ما دام مات لانه يموت يبقى ما تفكرش بقى. ما دامت المساله كده يبقى كل واحد لازم يحط المساله دي على باله ولا لا؟ نيجي نقول للكافرين، يا كافرين منكم اللي مات سنه سنه، واللي مات سنه سنتين، واللي مات سنه ثلاثه، واللي مات سنه اربعه، واللي مات ظالم، واللي مات مظلوم. بالله لو ان ما فيش حياه تانيه تبقى ايه لعبه الحياه دي؟ يبقى ايه ذنب اللي معاش في الدنيا دي الا شهر ولا بتاع؟ يبقى لازم تعرفوا ان في غايه تانيه تنتظرك. غايات فرديه في اجال الناس بذواتهم، واجال اجماعيه اللي هي يوم القيامه. وان عسى ان يكون قد اقترب ايه؟ اجلهم.